هذا وقد أكد فضيلة الشيخ إبراهيم الحادي إمام وخطيب جامع سبيك الأنصاري خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن المجتمع البحريني مجتمع محب للعطاء وعمل الخير، مشيرا إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا إلا أن مساعي الخير في البحرين ساهمت في ابتكار طرق بديلة لإيصال التبرعات. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ومرحبا. طبعا شهر رمضان شهر الخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يصفه الواصفون كان كالريح المرسلة، أي في عمل الخير ومدة اليد مثل ما نقول أهنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل وهو القدوة، يعمل بهذه الأعمال الخيرة وينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. مجتمع البحرين مجتمع معروف بأنه متقدم في العطاء، وقد حصلت البحرين على رقم متقدم قبل سنوات في يعني العطاء المجتمعي والتراحم والتكافل. فرمضان يأتي في هذا السياق، رمضان هو يعني عمل الخير في بلد الخير. فتجد يعني رغم الجائحة التي اجتاحت العالم واجتاحت البحرين كورونا وغيرها وعدم الخروج والناس يتحرزون من تسليم الأموال يدا بيد، فتراهم يبدعون وجمعياتهم ويعني المرخصة وغيرها صاروا يبدعون أيضا، جعلوا هناك منصات للتبرعات يعني الأمور الإلكترونية هذه، وهذا الإبداع أيضا يعطينا مجال لمواصلة عمل الخير والعطاء من رعاية الأسر، من تفطير الصائمين، من رعاية الأيتام في هذا الشهر الكريم، من هاي الأمور كلها تأتي في مجتمع الخير، مجتمع البحرين المعروف عنه أنه هو نفس الماء، متى ما حكرت في مكان ذهب إلى فتحة أخرى وثغرة أخرى لعمل الخير. لا يقف الخير عندنا أبدا ولله الحمد، ولا يوجد إن شاء الله بيننا جائع. هذا شهر الخير وشهر الأنفاق وشهر يعني التفضل من رب العالمين على عباده، وهو تفضل أيضا من العباد على العباد. فلا ننسى ولا ننسى من حولنا من الجيران والأخوان والأقربون أولى بالمعروف، ثم الذين يلونهم، لا نترك أحدا إلا ونشبعه في هذا الشهر الكريم ونكرمه، ونخرج من كان في مثلا متعطل في سجن أو غير عليه أشياء مالية كما نرى جزاهم الله خير في وزارة الداخلية وبعض الجمعيات والناس، ومن يعمل أخرجوا فلان وأخرجوا فلان ادفعوا عنه. هذه كلها العطايا هذه تفرح الناس وتعطيك مشاريع طيبة في بلد العطاء في شهر العطاء، شهر رمضان الكريم عندنا في البحرين ولله الحمد.